مشاهدينا اهلا بحضراتكم. هدوء حذر في سوق الصاغه المصريه وترقب بيانات الفدرالي الامريكي لتحديد اسعار الذهب على اساس تلك البيانات، وتحرك اخر في سعر الدولار في البنوك العامله بمصر اليوم لسعر الدولار بعد تخطيه حاجز 48 جنيها. ماذا يحدث في الاقتصاد وما هي توقعات الخبراء بشان سعر الدولار الفتره المقبله؟ هذا ما سنوضحه الآن من خلال هذه التغطية الاقتصادية. ونبدأ بسوق الصاغة المحلية. تراجعت أسعار الذهب وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع، والتي من شأنها أن تؤثر على قرار سعر الفائدة. ومن المقرر صدور تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول غداً، وتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة. ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازات الذهب التي لا تدر عائداً. وعن الذهب في مصر، شهدت هدوء نسبي عقب تراجعها أمس ما بين 5 إلى 10 جنيهات بعد أن شهد ارتفاع خلال الأسبوع الماضي، وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب ستشهد ارتفاعا نهاية العام الجاري. وسجل عيار 24 الأعلى سعرا 3606 جنيهات، ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا إلى 3155 جنيها. كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2704 جنيهات للشراء، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 25240 جنيه مقابل 25160 جنيه بداية تعاملات الأسبوع. أما عالمياً، استقرت أسعار الذهب اليوم قبل إعلان بيانات التضخم الأمريكية التي من المتوقع أن تصدر هذا الأسبوع، والتي قد تتيح مزيداً من الوضوح بشأن موعد أول خفض من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة هذا العام. واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2319 دولاراً للأوقية. وفي 13 من يونيو أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة كما كان متوقعاً على نطاق واسع عند 5.5%، كما تراجع معدل التضخم الأمريكي وفقاً للبيانات الصادرة. وصدرت بيانات عن التضخم مخالفة للتوقعات وموضحة تراجعاً في معدل التضخم الأمريكي، مما يحفز الفيدرالي على التخفيض المبكر للفائدة. وتشير التوقعات إلى خفض 100 نقطة بعام 2025 بدلاً من 75 نقطة كما كان التوقع في السابق. ورفعت لجنة السوق المفتوح الاحتياطي الفيدرالي توقعاتها للتضخم بنهاية العام إلى 2.8% و2.5%. ومن الذهب ننتقل إلى الدولار. تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه مجددا وفق آخر تحديث في البنوك بعدما تخطى 48 جنيها. وسجل سعر الدولار اليوم تحركا بحسب آخر تحديثات على مواقع البنوك الرسمية، وما زال الدولار متراجعا بنحو 2 جنيه و42 قرشا من أعلى سعر سجله وهو 50 جنيه و85 قرشا في مارس الماضي، ليسجل اليوم 48 جنيه و43 قرشا. سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 48 جنيه و31 قرشا للشراء و48 جنيه و45 قرشا للبيع. وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 48 جنيه و33 قرشا للشراء و48 جنيه و43 قرشا للبيع. أما عن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، سجل 48 جنيه و33 قرشا للشراء و48 جنيه و44 قرشا للبيع.
وفي وقت سابق توقع بنك ستاندرد تشارترد انخفاض سعر صرف الدولار إلى 45 جنيها قبل نهاية عام 2024 مدفوعاً بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لهيكلة الاقتصاد المصرية، وإذا تحقق ذلك سيكون فقد نحو 6 جنيهات من أعلى سعر سجله. وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصرية برئاسة حسن عبد الله خلال اجتماعها الخميس 23 من مايو الإبقاء على سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون تغيير للمرة الثانية على التوالي. وتقرر الإبقاء على عائد الإيداع عند 27.25% والأقراض ليلة واحدة عند 28.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 27.75% لكل منهما. مشاهدينا، نختتم جولتنا الاقتصادية بأسعار أشهر العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم. سجل سعر اليورو 51 جنيه و96 قرشا للبيع و51 جنيه و79 قرشا للشراء، وسجل سعر الجنيه الاسترليني 61 جنيه و48 قرشا للبيع و61 جنيه و27 قرشا للشراء. كما سجل سعر الريال السعودي 12 جنيه و91 قرشا للبيع و12 جنيه و88 قرشا للشراء، وسجل سعر الدينار الكويتي 158 جنيه و8 قروش للبيع و157 جنيه و57 قرشا للشراء. مشاهدينا، نصل الى نهايه هذه التغطيه الاقتصاديه. بشكر حضراتكم على طيب المتابعه والى اللقاء.